بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيدات والسادة الحضور الكريم، في السنوات الأخيرة العالم بقى بيواجه تحديات وأزمات كثيرة متلاحقة ومتتالية، ويمكن بالمعنى الأدق هي صدمات خارجية العالم كله بقى بيواجهها، بتؤثر على كل دول العالم وبالتالي هتؤثر على مصر. فاسمح لي سيادة الرئيس ان احنا نوضح ونشرح لأهلنا ايه اللي بيحصل في الأزمات دي، ايه سببها، ازاي الأزمات دي بتأثر على مصر، والأهم ايه الدولة المصرية بتعمله عشان تواجه بيه هذه الأزمات وتخفف من أثرها على المواطن المصري. لما نشوف النهاردة الأزمات أو الصدمات الخارجية اللي العالم كله بقى بيمر بيها، بدأنا من أزمة كوفيد والتعافي من أزمة كوفيد ودخلنا في متحورات لهذه الجائحة، ثم ظهرت تداعيات الأزمات الجيوسياسية، هي أزمات الحقيقة جيوسياسية ولكن يمكن أهمها وأكبرها هي الأزمة الروسية الأوكرانية، أزمة في الطاقة بتؤثر على أوروبا، نقص شديد في الطاقة، ده أدى إلى أن يحصل اضطرابات في سلاسل التوريد، في الإمدادات، ارتفع أو نتج عنه ارتفاعات في أسعار الشحن، وبالتالي النتيجة هي نقص شديد في السلع الاستراتيجية الأساسية غذاء وطاقة، وبالتالي نتج عنه ارتفاع الأسعار. طب الكلام ده حصل إزاي؟ حضراتكم تتذكروا لما الجائحة بدأت حصل إيه في العالم؟ جائحة غير مسبوقة أدت إلى إغلاق تام في عدد كبير من الدول. الإغلاق ده نتج عنه توقف حركة الإنتاج. دول كثيرة ودول متقدمة عشان تواجه هذا الإغلاق عملت مجموعة من الحزم التحفيزية قدرت بحوالي 16 تريليون دولار. نتج عن الحزم التحفيزية دي أول ما الجائحة بدأت تقل ابتدت يحصل انفتاح، بدأت الطلب يزيد، الناس نزلت إلى الشارع تطلب سلع وخدمات، وفي نفس الوقت كانت القطاعات الإنتاجية في هذه الدول غير مستعدة بالعرض الكافي. المصانع كانت مش شغالة، المزارع ما كانتش بتنتج، كل القطاعات الإنتاجية ما كانتش عندها العرض الكافي، فالنتيجة هي ارتفاع شديد في الأسعار وموجة تضخمية شديدة ظهرت في أواخر عام 21. أوائل 22 بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، وده زود من حالة الاضطرابات اللي بتحصل في سلاسل الإمداد في السلع، نقص شديد في السلع، وزاد من الضغوط التضخمية. طب الناس بتقول طب ليه روسيا وأوكرانيا أثروا بشكل كبير كده في زيادة الضغوط التضخمية؟ عشان لما نشوف النهاردة دور روسيا وأوكرانيا في حركة التجارة الدولية بنلاقي إن هما 53% من صادرات العالم من بذور زيت عباد الشمس جاي من أوكرانيا وروسيا وأوكرانيا، 30% من صادرات العالم من القمح جاي من الدولتين دول، 14% من صادرات الذرة، 17% من الإنتاج العالمي للغاز، 12% من إنتاج النفط، بالإضافة طبعاً إن كل الطاقة بالذات بتؤثر على عدد كبير من السلع، وبالتالي الدولتين دول كان لهم دور كبير جدا في التأثير على حركة التجارة الدولية واضطراب حركة التجارة الدولية وارتفاع الشديد في أسعار السلع. نتيجة لكده هنلاقي حضراتكم تبصوا آخر 2019 في الربع الأخير التضخم على المستوى العالمي كان 2%، النهاردة بيقترب من 9%، 8.6% ارتفاع في مستوى الأسعار. لما ناخد السلع الرئيسية الأساسية، الذرة زاد 70% في المتوسط، طبعا في فترات زاد فيها أكتر من كده، القمح أكتر من 60%، الغاز الطبيعي زايد بأكتر من 170%. طيب لما بيحصل تضخم شديد الدول بتعمل إيه؟ أغلب دول العالم البنوك المركزية بتبقى عايزة تسحب السيولة من السوق عشان تقلل من مستوى ارتفاع الأسعار على الناس. فهنلاقي إنه اللي لونه أحمر دي الدول اللي البنوك المركزية فيها
سارعت برفع أسعار الفايدة بشكل كبير. كل اجتماعات سياسة نقدية بيرفع سعر الفايدة من نص نقطة إلى نقطة بشكل مستمر. ده بيؤدي إلى إيه؟ رفع أسعار الفايدة بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، بيؤدي إلى تحويل رؤوس الأموال من مناطق إلى مناطق أكثر جذباً إلى أسعار الفايدة. طيب، ارتفاع أسعار الفايدة ده له دور كبير كمان في السياسات الانكماشية. أنا كده باخد سياسات انكماشية وبتؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. ولما نبص على الثلاث جهات اللي هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، الولايات المتحدة والصين وأوروبا، دول ليه بنقول ان هم المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي؟ لان هم بيمثلوا 50% من الانتاج العالمي. وبالتالي لما بنبص على متوسطات النمو على مستوى العالم، احنا بنتكلم النهارده على انخفاض المتوقع النمو السنه الجايه يبقى ما يزيدش عن 2.7%، واول امس في تقديرات ان هو هينخفض كمان عن 2%. طيب لما نشوف بقى أمريكا والصين وأوروبا بيحصل فيهم إيه؟ أمريكا متوقع إن معدل النمو ما يزيدش عن 1%، وفي توقعات إن هو السنة الجاية يبقى معدل نمو سلبي. معدلات التضخم هتصل إلى 7.7% بمقارنة باللي هم كانوا مستهدفينه 2%. الصين عندهم حالة أو سياسة الزيرو كوفيد، وحضراتكم شايفين حجم الاضطرابات الموجودة في الصين، فبنتكلم النهاردة على معدل نمو 3.2% نزولا من 7% معدل نمو. وطبعا أزمة قطاع العقارات في الصين بتؤدي إلى وضع انكماشي شديد. أوروبا مع أزمة الطاقة اللي موجودة في العالم نتكلم على معدلات نمو مش هتزيد عن 0.5%، ومعدل تضخم بيتعدى 10%. أوروبا بتواجه برد، موجة بردية طبعا، شتاء شديد البرودة نتيجة نقص الغاز، وطبعا نقص الغاز ده بيؤثر عليهم بشكل كبير في الشتاء، وبيؤثر كمان على صناعات هامة جدا زي صناعة الأسمدة، وبالتالي بيؤثر بشكل كبير أيضا على الأمن الغذائي. إنجلترا أعلنت سادس أكبر اقتصاد في العالم. بيتكلم النهاردة على معدل تضخم تعدى 11%، أعلى معدل تضخم من 40 سنة. بيتكلموا على سياسات تقشفية صعبة، رفع ضرائب على المواطنين، رفع ضرائب على الشركات، وكذلك خفض الإنفاق على الخدمات العامة. كل ده بيقول إن العالم داخل في موجة من الركود التضخمي. ركود تضخمي يعني ايه؟ معدلات النمو بتنزل ومعدلات التضخم بترتفع، وده طبعا بيرتبط بشكل كبير جدا بارتفاع في مستويات الدين العالمي ونسبة الدين الى الناتج المحلي. وده اللي اكد عليه حقيقة كل الاقتصاديين الكبار، سواء دكتور محمد العريان او الاقتصادي روبيني، اكبر اقتصاديين جامعه نيويورك واللي تنبأ بالازمه الماليه العالميه، ومديره التنفيذيه لصندوق النقد الدولي، كله بيتكلم على ان العام القادم هو عام صعب، وان العالم كله داخل في حاله ركود تضخمي. وده برضو بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى حاله شديده من عدم اليقين. وده الرسالة الأساسية اللي خرجت من قمة العشرين جي 20 اللي عقدت في شهر نوفمبر في إندونيسيا. كله بيتكلم على دول أكبر اقتصاديات، 20 أكبر اقتصاد في العالم، بيتكلموا على أنه في هناك حالة شديدة من عدم اليقين، وأيضا مخرجات استطلاعات الرأي اللي تمت لدى المواطنين في كبرى المؤسسات الدولية. طيب في ظل التطورات الصعبة دي، بيبقى أمام متخذ القرار الحقيقة خيارات كلها صعبة. هل ياخدوا إجراءات شديدة زي ما إنجلترا عملت، وده بيؤدي إلى إن إحنا ندخل في مرحلة ركود طويلة المدى، ولا ناخد إجراءات أقل حدة وندخل في مرحلة ركود تضخمي؟ فالخيارات الحقيقة أمام متخذي القرار في هذه الدول كلها خيارات صعبة. طيب مصر فين بقى من كل الكلام ده؟ مصر دولة بتؤثر في العالم وبتتأثر فيه.
احنا لسنا بمعزل عن العالم، ولكن مهم ان احنا نقول طب احنا التأثر في هذه الأزمات ايه اللي الدولة بتعمله عشان تواجه به هذه الأزمات وعشان تخفف من الآثار السلبية لهذه الأزمات على المواطنين. الحقيقة في دايما ثلاث مؤشرات مهمين لوضع السياسة الاقتصادية: ان احنا نحقق نمو اقتصادي مستدام، وان احنا نحقق مستويات مناسبة من التشغيل، وان احنا نحقق استقرار في المستوى العام للأسعار. دول ثلاث مؤشرات مش دايما ومش سهل ان هم يتحققوا، وبالذات في مراحل التحديات بيبقى اكثر صعوبه واكثر تحدي ان احنا نحقق التوازن ده. ولكن مهم ان احنا ناكد، مهم ان احنا ناكد ان احنا في نهايه 21 كنا واصلين الى وضع نموذجي في الثلاث مؤشرات دول، كنا محققين توازن كبير جدا في مؤشرات السياسه الاقتصاديه الكليه. متوسط معدل النمو في سنه 21 كنا بنتكلم على معدل نمو 7.1%، كنا محققين مستويات مناسبه جدا من التشغيل، معدل بطاله 7.4%، وكنا محققين متوسط تضخم في حدود 5.2%. فده كان الثلاث توازنات في مؤشرات السياسه الاقتصاديه، كانوا مؤشرات كلها متناسبه جدا في نهايه 21 قبل الازمه الجيوسياسيه. طب احنا عندنا رؤيه للتعامل مع هذه الازمات، طبعا لانه الازمات بقت كثيره وبقى في صدمات كثيره وقد لا تكون اخر الازمات. وبالتالي مهم جدا ان احنا بنقول ان احنا في اطار رؤيه الدوله المصريه عندنا سياسات واجراءات قصيره الاجل الدوله المصريه خدتها عشان تخفف من اثار الأزمات على المواطنين. والحاجة الثانية إن إحنا عندنا خطط متوسطة الأجل وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، سواء كانت اللي طالعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى أو برنامج الإصلاح الهيكلي في المرحلة الثانية. طب إحنا عملنا إيه؟ والإجراءات دي حضراتكم كلكم شفتوها. الإجراءات قصيرة الأجل دي تدخلات الدولة بتعملها وقت الأزمة عشان تخفف من أثر الأزمة. رفعنا الحد الأدنى للأجور، أقررنا عناوة استثنائية، مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24,000 إلى 30,000، استمرينا في دعم مالي للأسر المستهدفة من بطاقات التموين، عدم زيادة أي رسوم على المواطنين، قرار السيد الرئيس، بالإضافة إلى زيادة الدعم النقدي في تكافل وكرامة من 4.1. دكتورة هالة، معلش أنا آسف إني هقاطعك يعني. اتفضل. بس هات اللوحة اللي فاتت من فضلك. أفندم؟ اللوحة اللي فاتت. حاضر. انا بس عايز اقول، والدكتوره هلا بتتكلم دلوقتي، ارجو ان احنا نبص على الخمس عناصر اللي هي اتكلمت فيهم دول، وحاجه بس على بند واحد. البنود التانيه ممكن تكون كل الناس واخده بالها منها، مش كده؟ لكن انا حاجه على البند رقم 4، ان احنا كدوله حرصنا على ان احنا ما نزودش ونعكس التكلفه الكبيره اللي احنا يعني احنا لما الدكتوره هالة اتكلمت على ان الاسعار زادت ل 60-70% بين الذره والقمح، طب ما احنا كميات اللي بنجيبها وبنستوردها من الخارج من الـ من الـ من السلعتين دول يا دكتور مصطفى ضخمين جدا، كان نفس الكميه بنجيبها تقريبا، لكن احنا لم نعكس الزياده اللي حصلت فيها الاسعار خالص طبعاً. انا بس عايز اقول ده ليه، عشان يمكن الناس تقول احنا الاسعار غاليه بره، مفيش كلام عندنا، انا بتكلم على مصر، بس انا عايز اقول ان الدوله حاولت، والهدف من يعني من التقديم او من العرض اللي الدكتور هلا بتقدمه لينا كلنا، هو الهدف منه ان احنا كدوله عايزين نقول للناس سواء كانوا مسؤولين او مثقفين او اعلاميين الحكايه ايه بشكل احنا شايفينها ازاي، ثم احنا كدوله عملنا فيها ايه، مش كده يا دكتور؟ مظبوط يا فندم. طيب انا بس جيت على البند رقم يعني بغض النظر عن الاجراءات اللي احنا عملناها ديت، ممكن حد يقول لي مش كفايه زودته شويه ولا ده مش كفايه، انا موافق انها مش كفايه، بس انا عايز اقول ان انا كان ممكن قوي الرقم ده بالحد الادنى يزيد عن كده، بس اجي على بند 4 ده ما قربش منه كتير، واخد بالك يا دكتور مصطفى؟ بس انا كده انا زودت الحد الادنى للقطاع الحكومي يا دكتور، مظبوط، لكن بقيه الدوله
مش كلها حكومة، في قطاع خاص، الأغلبية قطاع خاص، وما أقدرش أفرض عليه في ظل الظروف اللي بتحصل واضطراب سلاسل التوريد والمشكلة اللي موجودة في الأسعار بتاعة المستلزمات الإنتاج اللي بتيجي من بره. لأن لما برضو الدكتور هلا ذكرت لنا وقالت لنا أن في مشكلة طاقة موجودة في أوروبا بشكل أو بآخر، لازم تعرفوا أن ده هينتج عنه أن أسعار المنتجات الأوروبية أكيد هتزيد. ليه؟ عشان يعوض التكلفة. يعني هو مش هيدفع في الطاقة سعر أكتر مما كان بيدفعه، وده ما ينعكس على السلع اللي بيطلعها، مش كده؟ مظبوط يا فندم. أنا بس حاجة برضو تاني عند بند 4 وأقول إيه هنا، وأنا يمكن قلت دي بشكل أو بآخر أثناء لقائنا في المنصورة، قلت لما حد كان بيكلمني على السماد قلت له إن إحنا لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد وللكهرباء يعني هيبقى فوق طاقة الناس. صحيح. فأنا بس عايز أقولك رغم أن الإجراءات الدكتورة بتقولها يعني كده، لكن أنا بتوقف عند بند 4 فقط الدكتورة هلا، وبقول للمصريين، كل المصريين، لو أنا جيت ما جاتش على بند 4 ده فقط وما تعملتش معه والدولة حطت أرقام أو حتتحمل أرقام ضخمة جدا جدا في قطاع الطاقة، كهرباء أنا بتكلم والغاز، يمكن لزودنا بنسبة كبيرة الثمن الغاز الحقيقي اللي زاد اكتر من 170% ثمنه. مزبوط. عن الاسعار السابقه يا دكتوره. مظبوط. يعني النهارده لو وزاره الكهرباء بتاخد الغاز بالثمن ده يا دكتور مصطفى، ولا مصانع الاسمده في مصر بتاخد. مزبوط. الغاز بالسعر ده. ده واحد. نمره اتنين، برضو الكهرباء لو احنا بنتكلم على سعر حقيقي بعد زياده تكلفه انتاجها هيبقى غاليه قوي. صحيح. سواء على المصانع او على المواطنين، وده ما حصلش. انا بس حبيت النقطه دي يعني بعد اذن حضرتك. لا يا فندم اتفضل حضرتك. وزي ما حضرتك اتفضلت، في الدول المتقدمه احنا الحكومه بترمي عبء الزيادات في الاسعار على المواطن، احنا هنا لا نحمل، احنا بنشيل هذا العبء من على المواطن، كل زياده في التكلفه، لكن هناك هم بينقلوا التكلفه الى المواطن مباشره، المواطن هو اللي بيتحمل الزيادات في الاسعار. ف طبعا زيادة في تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة إلى 5 مليون أسرة، وأيضا الحكومة المصرية أخذت مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى أن الدولة ضخت مجموعة كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في الأسواق لتخفيف أثر زيادة الأسعار. وزي ما تفضل فخامة الرئيس، الأسعار كانت هتبقى أكثر من كده 3 أو 4 مرات إذا لم نتدخل بمثل هذه الإجراءات. الخطط متوسطة المدى، ودي طبعا الخطط الهامة اللي بتزيد من صمود الدولة وقدرتها ومرونتها على مواجهة الأزمات. الحاجة الأولانية ان احنا في المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية كان في زيادة في حجم الاستثمارات الخاصة بالاستثمارات بالذات في البنية التحتية عشان نقدر ان احنا نحرك النمو والتشغيل، وعوض اول حاجة ان احنا نعوض الاستثمارات في مجال البنية التحتية في فترة ما قبل 2014. اتنين، ان احنا نواجه تراجع الاستثمارات الخاصة اللي حصلت في مرحلة عدم الاستقرار السياسي من 2011 ل 2014، وأيضا تراجع الاستثمارات الخاصة اللي حصلت وقت كوفيد. وقت كوفيد كان في تراجع في الاستثمارات الخاصة لأن دي كانت مرحلة عدم يقين، فالدولة بتدخل عشان تعمل هذا التعويض. ثلاثة، إن احنا ما اقدرش اعمل قطاعات انتاجيه، ما اقدرش اوفي متطلبات القطاعات الانتاجيه بدون بنيه اساسيه. قطاع الصناعه محتاج بنيه اساسيه، قطاع الزراعه محتاج بنيه اساسيه، قطاع الاتصالات محتاج بنيه اساسيه، فلازم اوفي متطلبات القطاعات الاقتصاديه من بنيه اساسيه. نقطه 4 الحقيقه، وهي نقطه هامه جدا، وهي تحقيق العداله المكانيه. جزء مهم جدا من العدالة الاجتماعيه بيرتبط بالعدالة المكانيه. يعني ايه العدالة المكانيه؟ يعني انا النهارده عايزة أوفر خدمات في مناطق الدولة المختلفة. عشان أوفر خدمات، مدارس، مستشفيات، وحدات صحية، كل الكلام ده أنا مش هقدر أوفره في مناطق الدولة المختلفة إلا لو كان عندي شبكة طرق وشبكة مواصلات جيدة، بحيث أن أنا محرمش مناطق معينة من هذه الخدمات. وبالتالي عنصر العدالة المكانية ده عنصر مهم جدا، وأنا بتكلم على الاستثمار في البنية التحتية وهو مكون رئيسي من مكونات العدالة الاجتماعية. طب ده انعكس على إيه؟ انعكس على أن أنا النهاردة اتحسنت من معدلات البطالة عندي اللي انخفضت من تقريبا 12% إلى 7.2% في 21-22
20، وطبعا حسنت زي ما حضراتكم شايفين من كل جودة البنية الأساسية بتاعتي، ودي كلها معناها جودة خدمات تقدم للمواطنين، وبالتالي هي جودة حياة للمواطنين، سواء في تنافسية الدولية في جودة الطرق، في الحصول على الكهرباء، في الابتكار العلمي، في قطاع الاتصالات، كل ده الحقيقة مؤشرات هامة جدا انعكست على جودة حياة للمواطن المصري. نقطة مهمة أيضا إن إحنا لما نبص مع الزيادة السكانية خلال ال 15 سنة اللي فاتت 30 مليون مواطن إضافي، ورغم ذلك نصيب الفرد من الاستثمارات العامة زاد تقريبا 10 أضعاف خلال السنوات ال 14 أو ال 15 الماضية. المرحلة الثانية وهي مرحلة مهمة لأن دي اللي بتزود مرونة الاقتصاد المصري وبتزود قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، دي بترتبط عليها أربع محاور أساسية. المحور الأولاني إن أنا بزود الوزن النسبي للقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري، صناعة وزراعة واتصالات تكنولوجيا معلومات، بحسن بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، برفع كفاءة ومرونة سوق العمل بتاعنا لأن إحنا سوق كبير، وفي نفس الوقت بحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل. لما نبص النهاردة على القطاعات الثلاثة اللي إحنا بنركز عليهم في خطة الإصلاح الهيكلي، فبنتكلم طبعا بدون الدخول في تفاصيل طويلة، ولكن إحنا بنتكلم على توطين وتعميق للصناعة مع استهداف صناعات محددة، صناعات محددة لها تشابك مع صناعات أخرى، نستهدف إنها تكون لها مكون تكنولوجي كبير لأن دي اللي بتعمل قفزات في الاقتصاد، ودي اللي بترتبط ايضا بصناعات مغذيه صغيره متوسطه. بتكلم على رفع انتاجيه قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات وقدرته على ان هو يوفر فرص عمل لائقه، وطبعا تحقيق الامن الغذائي والامن المائي والتوسع اللي حاصل في زراعات امثله، ده مثال على زراعه القمح بس والصوامع اللي زادت الفتره الماضيه. المحور الثاني و دور القطاع الخاص، قطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، وبالتالي الدولة أخذت مجموعة من الإجراءات عشان تعزز دور القطاع الخاص. أطلقنا المجلس الوزراء وافق على وثيقة تنظيم ملكية الدولة، تعدلنا قانون الشراكة مع القطاع الخاص نتيجة الممارسات الفعلية على أرض الواقع، شفنا إيه التحديات وعدلناها، فعلنا بعض مواد قانون الاستثمار خاص بالرخصة الذهبية بحيث أنها لا تتعدى 20 يوم، أطلقنا أول استراتيجية للملكية الفكرية، أطلقنا سياسة الحياد التنافسي، أنشأنا صندوق سيادي ليكون ذراع استثماري للدولة يشجع القطاع الخاص على الدخول في الاستثمارات المختلفة، ومنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتحول إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، وأطلقنا مجموعة من الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات الخضراء. المحور الثالث الحقيقة محور هام جدا وهو بيرتبط بسوق العمل. احنا دولة كبيرة وعندنا حجم سكان كبير، ولكن عندنا ميزة على الرغم التحدي السكاني والعبء الذي يمثله التحديات السكانية، إلا أننا النهاردة كسوق كبير وعندي نسبة كبيرة من الشباب، احتياجات سوق العمل اللي دايما عندي مشكلة فيها، لأول مرة بنركز على جانب العرض، لأول مرة بنركز على مخرجات العملية التعليمية سواء في التعليم العالي أو في التعليم المهني، زيادة نسب الملتحقين به واعتماد المدارس التعليم الفني والتعليم المهني، لأن ده الحقيقة بيرتبط بالصورة الذهنية للتعليم المهني والتعليم الفني. عشان أغيره أنا محتاج النهاردة أن أنا أعتمد هذه المدارس دولياً. هي كل البرنامج ده بيتم بشراكة تامة مع القطاع الخاص لأنه هو المستفيد الأساسي من المشغلين وهو المشغل الأساسي للقوى العاملة، وأطلقنا أول منصة للمهارات القطاعية أيضاً مع القطاع الخاص. المحور الرابع احنا بنتكلم النهارده على الحمايه الاجتماعيه بمفهومها الشامل. الحمايه الاجتماعيه النهارده بنتكلم على استهداف، احنا بنتكلم على لما بتكلم على الفقر متعدد الابعاد، بتكلم على الحق في التنميه كحق اساسي من حقوق الانسان، هو الحق الاصيل في حقوق الانسان، وبنتكلم على الخدمات الاساسيه ولا بنرتقي بيها، ويمكن حضراتكم بتشوفوا تنمية الزيادة الموجودة في استثمارات سواء كان في قطاع التعليم أو في قطاع الصحة اللي زادت أكتر من 1200% ما بين 2014 و 2022، ونفس الحاجة الوضع في قطاع الصحة، بالإضافة طبعا إلى الاستثمار في العنصر البشري وبرامج بناء القدرات. استمرار في تنفيذ رغم كل التحديات
الغير مسبوقة اللي العالم بيقابلها، مستمرين في وفقا لبرنامج الحماية الاجتماعية الشاملة في تنفيذ برنامج حياة كريمة، اللي هو طبعا ده توطين لمفهوم التنمية المستدامة، وده اللي بيعالج الفقر متعدد الأبعاد. ولو شفنا نسب الإتاحة في الخدمات تحسنت تقريبا 60 نقطة بالنسبة للمرحلة الأولى لحياة كريمة، من 30% إلى 90% في أغلب الخدمات. رغم الأزمات المتتالية، إلا أن الاقتصاد المصري بإذن الله متوقع أنه هو يحقق معدل نمو بنهاية هذا العام في حدود 5%. والمهم دايماً المعدل النمو ده بيمثل إيه؟ أو هو بيعبر عن إيه؟ بيعبر عن مستوى الإنتاج والتشغيل في هذه الدولة. ومهم أن احنا نقول أن النمو ده جاي من قطاعات حقيقية، يعني جاي من قطاع الزراعة، جاي من قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، من قطاع السياحة، من قناة السويس اللي زادت النمو بتاعها 27%. فهو نمو حقيقي جاي من قطاعات حقيقية، وليس نمو بيرتفع ثم يتلاشى بعد كده. مع استمرار استهداف طبعا احنا كل الاجراءات اللي الدوله بتاخدها، سواء كانت سياسات واجراءات عاجله او برامج وخطط واصلاحات هيكليه في الاقتصاد المصري، هدفها ان احنا نبقى باستمرار بنحقق هذا التوازن اللي هو مش سهل، ولكن بنحقق هذا التوازن. وزي ان احنا النمو الاقتصادي يفضل نمو بيزيد ومستدام، ان احنا نحقق مستويات تشغيل مع الزياده اللي بتدخل سوق العمل كل سنه في حدود من 900 الف الى مليون مواطن، ان احنا نحقق معدلات تشغيل، معدلات بطالة لا تتعدى 7%، وطبعا معدل التضخم ينخفض، رغم ان هذا المعدل لو ما كانش تدخل الدولة 16% دي كان اكيد هيبقى اكتر، على الاقل 3 أضعاف عن هذا الرقم. وختاما سيادة الرئيس، كرسالة بس بقولها، انه الدولة المصرية بتقوم بعدد كبير جدا من الاجراءات والخطط للحفاظ على توازنات يصعب تحقيقها في الظروف الطبيعية، ما بالك بظروف العالم كله بيواجه فيها صدمات غير مسبوقة من ارتفاعات شديدة جدا في الأسعار، ولكن لولا تدخل الدولة كانت الوضع كان بقى أسوأ من كده. إن الدولة المصرية أيضا في ظل هذه الظروف تتصدى لملفات شائكة زي ملف العشوائيات، اللي كان الحقيقة دي ملفات كانت يعني التنمية كان بيعوق ثمار التنمية لسنوات طويلة. ما زلنا بننفذ مبادرات تنموية هي الأكبر ليس في تاريخ مصر، ولكن هي يمكن الأكبر، دي مبادرة تنموية الأكبر على مستوى العالم، ليس فقط في حجم التمويل ولكن في حجم عدد الناس اللي بيستفيد منها، وأيضا في نطاق الخدمات اللي الناس بتحصل عليها. وفي الآخر إن الدولة المصرية يعني بتؤكد على إن هي بتعمل على إصلاحات هيكلية وإصلاحات جذرية عشان نزود قدرة الاقتصاد المصري دايما على الصمود والمرونة، وفي الآخر بيبقى تكاتف الجميع، المواطن، القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة، حتى إن شاء الله نبقى دايما في الوضع ممتاز. شكرا يا فندم.